جزاكم الله خير يا شيخ. ماشي انت بسأل ما تمشي تفتح لنا فتح فتحته شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفر، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن تفسير سورة النور، وقد توقفنا في اللقاء الماضي مع آيات سورة حادثة السورة الجزء المتعلق بحادثة الإفك، من قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، شرحناها في اللقاء الماضي. ثم بينا في اللقاء الماضي قوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وبينا أن الله عز وجل جعل للمؤمن في بطن كل محنة منحة، وجعل في باطن الشر الخير من حيث لا يحتسب الخلق، قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فبينا أن الحادثة وإن كانت قاسية على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، لكنها كانت بمثابة تجربة عملية حية عاشها الصحابة. مصيبة وقعت، كارثة وقعت، وتأخر الوحي عن ذكر حلولها ووضع قواعدها وأدابها، وترك هذا لعقول الناس وإمكانية الناس، وليس أي ناس بل رسول الله وصحبه، أفضل جيل في البشرية وأعظم جيل وجد في التاريخ البشري كله وأحكم جيل، ورغم سموهم وحكمتهم وعلو كعبهم وحدة ذكائهم، استخدموا كل إمكانياتهم وطاقاتهم ومواهبهم لحل هذه المعضلة، فعجزوا، ورب العباد أمهلهم شهرا كاملا لم ينزل فيه الوحي، ليرى الإنسان حقيقة الإنسان وأنه لا قيمة له بدون وحي رب الإنسان، وأن حياتنا لا تقوم بغير وحي، وأننا بلا إسلام لا شيء، وبلا وحي لا شيء، لا قيمة لنا ولا قدرة لنا، فإمكانياتنا ضعيفة وخلقنا ضعيف، كما قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا إلى عظيمة، من أرادوا صرفكم عن وحي ربكم الذي لا حياة لكم بغيره، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ثم بين مراده فقال
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذا الإنسان الضعيف في عقله وحكمته وملكاته وإمكانياته وعلمه وعطائه لا يقوم بغير وحي ربه. ولولا تدارك الله لنا برحمته وإنزاله لنا شرعه ما قامت لنا قائمة. كل هذه الدروس وغيرها أراد الله تحقيقها للصحابة عملا. أحكم جيل وأعلم جيل وأسمى جيل وأخلص جيل وأصدق جيل عرف في التاريخ البشري كله، ومع هذا هذه الكمالات كلها وهذه المنن كلها مشكلة واحدة كادت تعصف بهم جميعا وتقضي عليهم جميعا وتدمر حياتهم جميعا لولا وحي الله الممثل، لولا فضل الله ورحمته. ولذلك نلاحظ هذا القدر من آية يتكرر 4 مرات في السورة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من شاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم في عذاب عظيم. نلحظ هذا الجزء يتكرر هذه المرات العدة في كل موضع ليبين لنا أن حياتنا لا تقوم إلا بفضل الله ورحمته في دقيقها وجليلها من أولها لآخرها. حياة العالم المتعلم والرسول والمرسل إليه والصغير والكبير والحاكم المحكوم والحكيم والجهول حياتنا لا تقوم بغير روح ربنا. هذه المعاني الكبيرة جدا الخطيرة جدا عز من البشرية من يقيم بها، لكن الله أحدث هذا الدرس العمل الحي ليجعل منه هذه المنن الكاملة التامة. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فالخيرية كلها في اختيارات الله لاختياراتنا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله تعالى عما يشركون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اختار الله فالاختيار اختيار، شرع الله فالشرع شرعه، أمر الله فالأمر أمره. ولا بد أن نعلم من نحن. هذا الدرس العملي عرف الإنسان قيمته مهما على كعبه، عرف الإنسان مقامه مهما على كعبه، وعرف الإنسان مقام ربه حتى لو جهله الإنسان. فمقام الرب مقام ربوبية، ومقام الألوهية مقام ألوهية. قال تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم، فكيف نعطي مقام الألوهية غير الله؟ نؤله إنسان، نعطيه حق من حقوق الله، حق التشريع، حق الأمر والنهي بين الخلق، نقدم أمره على أمر ربي. هذه كارثة كبيرة جدا، كيف نحتكم لغيره؟ كيف نجعل مرجعيتنا غير ربنا؟ كيف نأخذ أمرنا من غير خالقنا العليم بخبايا صدورنا ودقائق حياتنا ودقائق وجوه الاختلاف عندنا؟ هذه معاني خطيرة، خطيرة جد، وتطبيقها العملي هو الدين، الدين الحقيقي، أننا خلق وأننا عبيد لرب
وأننا لا نملك من أنفسنا شيء، والله يملك منا كل شيء. قلوبنا التي تحركنا وهو الملك المتحكم في كل جوارحنا وطاقاتنا، قلبنا نفسه لا نملكه. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يكن من أول مرة. وقال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فإن كانت القلوب التي تحركنا والطاقات التي فينا كلها تتحرك من خلاله، لا يتحكم فيها غيره، فكيف نحكمها بغير حكمه؟ وكيف نوجهها بغير أمره؟ هذا معنى خطير جدا جدا جدا، وده أصل من أصول التوحيد، توحيد الله عز وجل في الخلق والأمر. لا خالق غيره ولا آمر للخلق غيره. قال تعالى عن ذاته: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، يصف ربوبيته، وده معنى الربوبية الحقيقي. إن ربكم الله، يكلمنا عن ربوبيته، فكيف يكون رب وليس بخالق؟ وكيف يكون رب وليس موجه لخلقه؟ كيف يكون مربي ونعطي حق التربية لغيره، ننصاع لغيره ونصاع لأمره؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. كل من حولك دارت حياته بأمره، في مخلوق من حولك يتحرك بغير أمر الله. كيف ينقاد كل الخلق لأمر الله إلا الإنسان يشذ وينشز عن هذا؟ إذا يعقل تعالى: مسخرات بأمره. فيقول، يختم الآية فيقول: ألا له الخلق والأمر؟ فإن لم يكن لله الخلق كله والأمر كله، فلمن؟ فلمن؟ ألا له الخلق والأمر؟ فتبارك الله رب العالمين. لكن حقيقة دي قضية خطيرة، لأن ده معنى الربوبية. يبقى الربوبية لها ركنان: الخلق والأمر. الإنسان أقر بالخلق لعجزه، لكنه نازع في الأمر لاستكباره واستعلائه. لماذا لم ينازع في الخلق؟ لأن الإنسان يصعب أن يخلق خلقا مثله من خلق الله كله، وضحت؟ ولا يستطيع أن ينكر الخلق. رب العباد يقول: أم خلقوا بغير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ من يدعى أنه خلق نفسه؟ من يدعى أنه خلق السماوات والأرض؟ الإنسان أعجز من أن يدعى هذا، ولو ادعى الكل يرد عليه وهو يعلم علم اليقين. الذي يقول تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ كيف نقر لله أنه الخالق ثم نجعل التحكم في الخلق لغيره، الأمر في الخلق لغيره، الحكم في الخلق لغيره؟ ألا له الخلق والأمر؟ ذلك قلت إن سلم النزع لأنه عاجز. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. حتى الكفرة رغم كفرهم أقروا له الخلق. صاحب الداء يسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: كم إله تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. قال: من الذي خلقك؟ قال: الذي في السماء. من الذي يرزقك؟ قال: الذي في السماء. من الذي يحييك؟ قال: الذي في السماء. من الذي يميتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أدعوك لعبادة من في السماء وترك عبادة من سواه. كل ما سوى الله باطل. ألا كل ما خلى الله باطلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق ما قال شاعر، قول البيد من أصل: ألا كل ما خلى الله باطلا. كل هذا باطل، ما في مخلوق يستحق أن يرفع قدره لمكان الألوهية أو الربوبية. الرب رب. ولذا يقول تعالى: يعني أم هم الخالقون؟ ويعني يكرر هذا: أفرأيتم ما تمنون؟
أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتم المزن أم نحن المزنون؟ أفرأيتم النار التي ترون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ استفهامات شديدة جدا تجعل الإنسان لا يقوى على المنازعة. ثم الذي ينازع بسيطة جدا، تدعي أن لك قدرة على الخلق، طيب اخلق ذباب. رب العباد تحدى الخلق كلهم بلا استثناء بخلق أضعف الخلق، فقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. يخاطب من بالناس؟ كل البشرية، العاتي والداني والمخلوق والظالم والمظلوم كله. ها، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله، كل قوى الأرض اللي انتوا ألهتوها، إنس ولا جن ولا حيوان ولا نبات ولا جماد، كل اللي ألهتوه وقدستوه وعظمتوه وقدمتموه وقدمتم أمره على أمر رب العالمين، كل دول الرب يتحدى كل هؤلاء. يقول: يا الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله كل قوى الأرض لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كم ذبابة في الأرض؟ مليارات. رب العباد تحدى كل البشرية قاطبة من أولها لآخرها ومن أقصاها لأقصاها أن تخلق ذبابة واحدة. هل ادعى في التاريخ هذا الأمر أحد؟ ولم يدعي. ما ادعاه فيما سلف ولا ادعاه فيما أت. ها، ولا يدعي هذا الأمر تعالى؟ وريه كيف تخلق ذبابة؟ ذبابة واحدة من مليارات الذباب، مخلوق في نظر من أضعف المخلوقات. رب يتحدى النبي: ذبابة؟ يا والله ذبابة، بل ما هو أشد، قال: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو جمعت كل ساسة العالم وقادة العالم وعلماء العالم ومخترع العالم على خلق ذبابة ما استطاعوا، يبقى في قوة البشرية أينها أمام هذا التحدي؟ صفر، صفر، لا قوة لا طاقة لا قدرة، مخلوق عاجز. نعطيه وصف الخالق، نؤلهه ونقدسه ونعبده ونقدم أمره على أمر الله عز وجل، هذا جنون. وكما قال بعض السلف: الجنون فنون، وهذا من فنون الجنون. كيف نقدم مخلوق على الخالق؟ وتعجب من البشرية اللي عبد حجر والعبد صنم والعالم جعران وصرصار، وصرصار وجعله الإله اللي يأمر عنها وتقرب له القرابين وتقدم له الزكوات، هذا جنون. وما زال يملأ الأرض عباد الصنم بوزة لوحده تجاوزوا 500 مليون، نصف مليار عبد لبوزة الصنم، ومثلهم عباد البقر، أله البقر، البقر بالنسبة لهم حياتهم شيء رهيب. وإحنا في العصر الـ21 بعد الميلاد، وفي عصر العلم والحضارة والتقدم وسائل الاتصالات العالية جدا جدا جدا، مع ذلك هل رأيتم هندوسي ترك ديانته؟ هل رأيتم بوزي ترك ديانته؟ هل رأيتم عبد البقر ترك عبادة البقر؟ ما زال ملايين بيعبدوه، نصف مليار، نهيك عن عباد بقية المخلوقات اللي عبد الذكر الإنسان واللي عبد الصنم واللي عبد الشجر واللي عبد، شيء عجيب عجيب. يعني جبت في بعض الدول الأفريقية ورأيت بعيد رأسي حجارة نتنة عفنة
ويؤلفوها بشكل عجيب، وقرابين ونذور ايه ده ورعب منها شديد ترفع وتضر. اللي عايز يتجوز بنتي يروح يقدم قربان للاله للصنم العفن ده، للحجر النتن، وعقول بشريه وللاسف الشديد من ناس متعلمين واخدين دكتوراهات من ناس متقدمين جدا في الهند، وصلوا عملوا اقمار صناعيه وصنعوا قنبله ذريه، وما زالوا يعبدوا اكثر من 3000 اله في الهند. وفي اليابان المتقدمه ما زالت عباده بوذا تملا ارجاء الهند، ارجاء اليابان وغيرها، والصين وغيرها. شيء مذهل. هو ده الإنسان، إنسان بلا دين لا قيمة له، لا قيمة له، لا وزن له، لا حول له ولا قوة، بل عاجز جاهل، بل كما عبر القرآن ظلوم جهول. قال تعالى: إن عرضنا الأمانة أمانة ذا لوح التكليف على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وجاءت بصيغ المبالغة ظلوما جهولا على جنس فعول جهول. وإذا ذكر الصيغة من صيغ المبالغة عنت الصيغ الخمسة كلها، فهو جهول ومجهال وجهال وجهيل وجهل وأبو جهل كمان، وإن ادعى أنه أبا الحكم. هذه معاني خطيرة جدا جدا. إنسان بهذا الوصف ظلوم جهول يدعي أنه إله، إله طب تعال تدعي الألوهية، خلقنا زباد فليخلق ذباب ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال تعالى معقبا ونازلا معهم بالتحدي، قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. لو الذباب اعتدى علينا وأخذ شيئا من طعامنا هل نستطيع تخليصه؟ الذباب الضعيف، الضعيف ده رب العباد أعطاه قدرات قد تفوقنا في بعض الجوانب، ومن هذه قال: وإن يسلبهم الذباب. الذباب تبقى أنت وضع طعامك قدامك ويأتي بسرعة رهيبة ويعتدي على طعامي ويسحبه، تستطيع تخليصه منه إن أخذه؟ رب العباد يتحدانا بهذا. قال: وإن يسلبهم السلب الأخذ بالقوة، يعني الذبابة تأخذ طعامنا بالقوة وبالقهر رغم أنوفنا. أيوة بالقهر سلب، كما يسلب الحرامي يعني المسروق ويأخذ منه ما في يده بالقهر والقوة. تخيل الذباب يفعل فينا هذا. قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. فين الأبطال؟ فين الرجال؟ فين أصحاب العنجهية والكبرياء؟ طب تعالوا خلصونا اللي أخذته الذباب. يطلع أبو جهل يقول لك: طب حقتل الذبابة وأخذ ما أخذت. سلامات. وهل رب العباد تحدانا بأمر نقوى عليه؟ يستحيل. العلماء حاروا لماذا تحدانا الله بما تأخذ الذبابة، فبحثوا لماذا؟ ذهلوا لما بحثوا، حارت عقولهم أمام علم الله وحكمة الله وقدرة الله وحول الله وقوة الله سبحانه وتعالى. فوجئوا أن الذبابة الضعيفة دي ليس لها معدة، ما العيش إزاي؟ تاكل إزاي وتشرب إزاي؟ سبحان الله، معدتها خارج جسمها مش داخل، لأن المعدة في الداخل عبارة عن جلدة، وفي داخلها يعني غدد بتفرز كم كبير من العصارات تهضم الزلط،
والحجارة والحصى والرملة، كل ده بيدخل مع الأكل. الله ربي، سبحانك عز جارك جل ثناؤك لا إله غيرك. الذبابة جعل الله الغدد اللي بتفرز كل الأسرار دي خارج جسمها، مش داخلي، مش داخل معدة. فإذا حطت على طعام لك سكر أو غيره، أول ما تحط جسمها في جزء من ألف بل من مائة ألف جزء من الثانية تكون قد أفرزت كل العصارات وحولت المادة السكرية لمادة جديدة تماما 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 ومادة سائلة يسهل عليها امتصاصها. إن حطت الخرطوم امتصت لو الدنيا بأسرها اجتمعت ما تعرفش تطلع من خرطوم. هذه واحدة. حتى لو لم تتحصله لكن أفرزت على العصارات وتحول لمادة جديدة، لو اجتمع أهل الأرض مجتمعين ليعيدوه لمادته الأصلية السكر يستحيل بعد أن تحولت العصارات. وأنت داخلك أي أكل داخل المعدة وأفرزت عن المعدة عصاراتها، تفاح تفاح ولا برتقال ولا لوس، تقدر ترجع تفاح تاني ولا أصبح مادة جديدة مختلفة تماما؟ هو ده اللي بيحصل. لذا تحدانا بما تأخذ، قال وإن يسلبهم الذباب شيئا. حطت عليه تمكنت منه في جزء من مئة ألف جزء من الثانية، في ثواني أفرزت عصاراتها، حولت المادة لمادة جديدة يستحيل استعادتها، وامتصتها في سرعة رهيبة جدا 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 يستحيل استخراجها من بطنها بعد أن دخلت. لذا تحدانا بما تأخذ، قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب المطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي العزيز. فهذه كارثة البشرية الحقيقية، ما قدر الله حق قدره، ما عرف لله قدره ولا مقامه. الإله إله. فلما تحدانا في الخلق وعجزنا اضطر الكل يقر وهو صاغر، لأنه لا ملك إلا ذلك. ولئن سألتم خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتم خلق السماوات والأرض ليقولون الله. أأنتم تخلقون أم نحن الخالقين؟ يقول الله. الله يقر الرب هذه الحقائق. قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. رايحين فين؟ رايحين فين؟ أين تذهبون؟ فأين تذهبون نص القرآن؟ إحنا رايحين فين؟ فكرنا رايح فين؟ أين نذهب؟ فلما لم يستطع الإنسان أن ينازع في الخلق اضطر صاغرا أن يقر لله بالخلق وأنه الخالق. طب يا مسكين أقررت لها أنه خلق الخلق، فهل تتصور أن الله خلق الخلق عبثا أو تركه سدى؟ قال تعالى فحسبتم تجنيتوا يعني ظنيت هذا الظن، حسب وظن وخلق بسمى أفعال شك الأدب غير محوسة. قال فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فكرتم أننا خلقناكم عبثا كده وأنكم إلينا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال تعالى في أخرى أحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ربنا يسيبه يعمل كده يعمل اللي عايزه وينكر اللي عايزه ويرفض أمر الله زي ما عايز ثم يفلت من قبضة الله عدالته؟ يستحيل. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ هيحيي وحسبها بلا قادر، بلا قادر، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر تنكشف الأسرار وينفضح ما في الصدور. وحضر
حصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إذا ندرك إحنا أمام معنى خطير جدا جدا. فإذا كان هو الخالق فكيف ننكر عليه أمر خلقه؟ وهل نتصور أن هناك مخلوق تحرك في الكون بغير أمر الله؟ قال تعالى: قل إن الأمر كله وضع تحت كله 100 خط. قل إن الأمر كله لله. أجمع علماء الأصول على أن كل وجميع من ألفاظ العموم، هنا جاء بكله. قل إن الأمر كله لله. وقال في الأخرى: بل لله الأمر جميعا جميعا. ألا له الخلق والأمر. يبقى دول ركن الربوبية. كيف يكون رب رب ولا ينصاع لأمره ولا يوجه خلقه؟ أين التربية؟ إن لم يكن الرب هو المربي فمن يربي؟ إن لم يكن الرب هو الأمر الناهي فمن يأمر عنها؟ من هذا الحق غيره؟ ألا له الخلق والأمر، كل الأمر. والأمر إن لم ننفذ الآن فسيصير إليه رغم أنوفنا. ألا إلى الله تصير الأمور، نهايتها كلها دي، والحساب ليه وحده، هنروح لوحدينا. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى، واحد واحد، كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. سبت كل حاجة، الأموال والجاه والسلطان والنساء والأولاد كله ده سبتوه، وتركتم ما خولناكم لدهنكم كله وجعلناه يخدمكم كله، سبتوه تركتموه. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. راحوا فين الساسة والسادة والقادة والآلهة؟ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يبقى كل اللي عشنا فيه كان زعم وباطل وظن فاسد وريب وشكوك. إن الظن لا يغني من حق شيئا، لا يغني من حق شيئا. جاءنا هذا الحق، هذا البيان الرباني، ليعلمنا أن الله الخالق والأمر. هذا الدرس العملي أثبت لكل الصحابة أنه لا حق لأحد في أمر، بل لله الأمر جميعا. قل إن الأمر كله لله. فجعل نفوس كل الصحابة اللي حضروا هذه الواقعة مهيئة ألا تأخذ أمرها إلا من ربها سبحانه وتعالى، إلا من ربها. وذلك الفهم عالي جدا جدا. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، وزاع الخبر واختلت عقول الصحابة من شدة الصدمة، حتى هذا أناس من كبار الصحابة كعمر وغيره. وجاء الصديق ليحسم القضية ويرد الخلق للخالق، حين قال بعد أن دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع البردة التي سج بها عن جبينه وقبله بين عينيه وهو يبكي يقول: طبت حيا ميتا رسول الله. صلى على الجنازة ثم خرج إلى الناس وهم يحيصون حيصة الحمر من الوحوش. قال: أيها الناس، هذا الحمد الله وسلم عليه وسلم رسول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، عبادته انتهت. ومن كان يعبد رب محمد فإن رب محمد حي باقي لا يموت. ثم تلا الآيات: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول ابن عباس: وكأننا ما سمعنا هذه الآية قبل اليوم من هذا. ويقولها الصباح آخر، يقول: كأنها في هذا اليوم نزلت، كأننا ما سمعناها، كأننا ما مرت لنا موقف
يعني تنزل عليه أو تسقط عليه إلا هذا الموقف. قال فخرجنا من مجلس نردد الآية كل صعب. في الموقف العصيب هذا ماذا يفعل الصحابة؟ وكبار الصحابة يقول عمر فجأني أبو بكر في الموقف العصيب هذا، إي والله، قال يا عمر، والصدمة كانت تفصل كبد عمر من شدته عليه، يقول لي يا عمر انطلق بنا فين؟ ما سألوش. قال انطلق بنا إلى أم أيمن. من أم أيمن؟ عبدة حبشية طاعنة في السن، تجاوزت 100 عام، كانت في شبابها حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم في صباه، حاضنة، كان يعني فيها حدة الحبشيات، كانت أحيانا تغضب على رسول الله فترفع صوتها عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يهش لها بش لأنها حاضنة مربيته صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. مين أم أيمن؟ عبدة حبشية طاعنة في السن، من في بلاد الأرض يهتم بمثلها؟ وخاصة في مثل هذه الأحداث العظام كموت النبي صلى الله عليه وسلم، أحدث يعني أشد حدث وقع في التاريخ البشري كله، وخاصة على كل الصحابة، على كل الصحابة، كان شديد جدا 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 جدا، قل فيها ما شئت. مع ذلك أبو بكر يقول عمر انطلق من أم أيمن، من أم أيمن؟ وده أخته، ده أختها. عند البشرية لا قيمة لمثل هذه الإنسانة، لكن عندما نعرف رب البرية فأمر الله بهؤلاء الكبار أرفق من كل أمر. مش الآن إن جالوا كورونا يقول لك طب سيبوا يموت، ادي العلم للشباب، انطعم الشباب الأول عشان دول هينتجوا، لكن ده بياخد ما بيعطيش، سيبه يموت، سيبه يموت. بهذه السياسة نرى واقع البشرية الآن، واقع مرير في البلاد التي تدعي الحضارة والتقدم والتمدين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هو ده الإنسان، ما قيمة الإنسان بلا دين؟ لا قيمة، لا قيمة، حقير، ذليل، خبيث، ظلوم، جهول، كما عبر القرآن الكريم. لا قيمة. أبو بكر عمر، أبو بكر يطرح القضية، يا عمر انطلق من الأم أيمن ليه؟ ولا لعلها، لعلها ما وصله شيء عنها، إنها مرضت ولا تعبت أبدا، خاف عليها المرض. يا الله، لكم الله يا صحابة رسول الله، اللهم ارض عنهم رضا لا تسقط عليه بعد عليهم بعد ابدا يا رب العالمين، اللهم الحقنا بهم المؤمنين غير المفتنين. لعلها اشد مصابا في رسول الله منا، اي انا وانت، حاضنته بمثابه امه، فهي اشد الناس تاثرا بموته. الصديق يلحظ هذا الملحظ العجيب ويعرض هذا الطرح على عمر. عمر لا ينكر عليه، لم يقل من أم أيمن وده وقتها، هذا أوانها، الأمة أهم، المصلحة العامة أهم، البحث عن من يعني يقود الأمة بعد موت رسول الله أهم. أبدا، عمر ما نازع، ما نازع، انطلق بنا إلى أم أيمن لعلها أشد مصابا في رسول الله منا. عمر عنده نفس القناعة، فينطلق بلا تردد رغم شدة صدمة موت النبي على قلبه صلى الله عليه وسلم. ينطلق الأمين، يقول فانطلقنا الأمين، فجئنا دارها، فطرقنا الباب وسلمنا واستأذننا، فأذنت لنا، فدخلنا فسلم أبو بكر وتولى هو الحديث عني. قال يا أم أيمن اصبري واحتسبي، فإن الله تعالى قد اختار رسوله إلى جواره،
وإنما عند الله تعالى خير لرسوله مما عندنا، خير مما عندنا. يبشرها الرسول بيننا كان يعاني في الحروب وفي الصراعات وفي المشاكل، لكن هناك جنة نعيم بلا تنغيص، بلا أي تعب، لا يمسهم فيها نصب وما هم عنها مخرجين. وده رسول الله له أعظم مكانة في الجنة بلا نزاع، بلا نزاع. إذا كان يقول سر الله لي الوسيلة فإنها مكانة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من البشر، وأرجو أن أكون أنا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم آتي الوسيلة الفضيلة، بعث الله مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذا ندرك هذا المعنى خطير. أبو بكر يخف عنها بهذه العبارة العجيبة اللطيفة، فترد رد عجيب، تقول والله يا أبو بكر ما أبكاني ولا أحزنني موته بقدر ما أبكاني وأحزنني وألمني انقطاع وحي السماء عن الأرض بموته، ما عادت أمرك لا تنزل لتصحح وتقوم وتعالج. يقول عمر فدخلنا نصبرها، فهيجتنا، أي بهذه العبارات، فهيجتنا على البكاء، لم نملك أمامها وأمام كلماتها وأمام حسها المرهف ويقينها وقوة قلبها وتقديمها لمصلحة الأمة على مصالح نفسها، إلا أن تنفجر دموعنا. قال فهيجتنا على البكاء، أي أنا أبو بكر انفجر في البكاء. الكل كان يلمس هذه القضية الخطيرة، تأخر الوحي شهر كامل في حديث الإفك علمهم هذا الدرس الخطير العظيم، كيف أن حياتنا لا تقوم بشيء إلا بأمر من ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. صحيح أن الإسلام اكتمل والقرآن اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتكم الإسلام دينا، لكن كمالاته قد تغيب عن كثير منا، قد نحتاج إليه في موقف والعيش في القرآن ونحن كالحمر التي تحمل الأسفار لا تعمل شيء، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء على ظهورها، نحن كذلك الماء على ظهورنا والعلاج في قرآن ربنا الموجود بيننا، وعز منا من يلتمس العلاج فيه. كارثة الأمة بل كارثة البشرية، عندها الدواء وتعاني الداء، والدواء بين أيديها لا تبحث عنه ولا تلتفت إليه. علاج مشاكلنا كلها، علاج شبهاتنا وشهواتنا كلها، حواها القرآن الكريم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفصيلا وأحسن تفسيرا، ما فرطنا في الكتاب من شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا، ما فرط بل ذكر كل شيء، ولم يكتفي بذكره بل فصل كل شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا، ولم يفصله لمجرد التفصيل بل فصله على علم عليم الحكيم، ليكون أجمع تفصيل وأجمل تفصيل وأحسن تفصيل. قال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، على علم من؟ على علم العليم الحكيم سبحانه وتعالى، كتاب حوى كل ذلك وجمع الله لنا فيه كل ذلك. أينا التفت إليه؟ صحيح رأى لما كان ينزل كان بيأتي بالآية وبالعلاج وقت الداء وظهوره، فتأتي الآية منجمة على قدر الوقائع القائمة، وقعة وقعة، حادثة
ده الفارق، إن كان ينزل الوحي للحادثة بعينها في وقتها، لكن كل الحوادث التي يمكن أن تقع وقعت، وجاء القرآن لمثلها. مطلوب الآن تطبيقها والبحث عنها في كتاب ربنا. أي وقع تقع، مطلوب رد الأمر للعلماء ليبحثوا لنا عن علاجها في القرآن، عن دواء من خلال القرآن. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: وكل أولي أمر جاءت في القرآن عنت العلماء والأمراء إلا هذا الموضع، عن العلماء دون الأمراء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي إلى علمائهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فجعل الرد للعلماء وحدهم والاحتكام إليهم وحدهم، لأن عندهم حكم الله المنزل وليس عند الأمراء. واضح المعنى الدقيق جدا ده؟ الدرس العملي هذا، عاش الصحابة شهر، عاشوا شهر، في كل موقف يظهر الله لهم جانب من جوانب عظمة الله وأمره، جلال الله وجلال أمره، حياة الخلق بأمره وحده، سعادة الخلق بأمره وحده، فلاح الخلق بأمره وحده، استقامة الخلق بأمره وحده، ولا أمر غير أمر، غير أمر، ولا حكم إلا حكمه. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، فسمى كل حكم عدا حكمه، وكل نظام عدا نظامه سماه جاهلية، وأنكر علينا أن نتخذه غاية وبغية. أفحكم الجاهلية يبغون، يجعلوا غايتهم بغيتهم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا من عندك ذرة يقين بالله، من أحسن من الله حكما؟ لا أحد، لا أحد. ويقول في أخرى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ من أحكم منه؟ من أعدل منه؟ من أعلم منه؟ من أعظم منه؟ من أقدر على تشخيص الأدواء والأمراض وأدوائها غيره؟ من؟ من؟ هل الرب في هذا بنازع؟ ندرك انقطاع الوحي شهر لتشريبهم وإشراب قلوبهم هذا الدرس العمل الحي، وأن الإنسان لا قيمة له بدون وحي الله عز وجل، ولا حياة له ولا سعادة له ولا تمكين له بغير وحي الله عز وجل، ولو كان أحكم الحاكمين من الخلق، ولو كان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ومعه صفوة العالمين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تسعفهم كل قواهم وهم من هم، فمن بعدهم تسعفه قواه وطاقاته لمواجهة كل أمر، فيغير أمل صاحب الأمر سبحانه وتعالى. هذا معنى خطير جدا جدا جدا، وكبير جدا جدا جدا، وقضية محورية في الإسلام عالية جدا جدا جدا. وجل من ألحد ومن أشرك كان هذا موضع شركه، ما أشرك في كون الله الخالق، لكن أشرك في إعطاء أمر الله لغير الله. حتى كفار قريش اللي قال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، جاءت في كفار قريش: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، أقروا له بالخلق. طيب لماذا تعبد غيره؟ قالوا: ما نعبدهم، نحن ما بعدهمش على الحقيقة، إلا أن يقربون الله زلفى، ده احنا خلينا بس واسطة بيننا وبين رب العباد، يعني دون هم الأوامر اللي تقربنا رب العباد، نترك أمر رب العباد للوسائط، لمن يدعى أنه المتحدث الرسمي باسم رب العالمين. ها؟ شغال نيابة عن رب العالمين يعني؟ رب العباد يقول الحمد لله، وقل الحمد لله، احمد الله على هذه النعمة الكبيرة جدا جدا جدا، أن الله لم يكن له ولد يشاركه في الحكم وفي الأمر، ولا شريك،
ولا ولي من ذل ولا واحد ادعى ان يتحدث باسمه سواء وسطى ولا ملك ولا غيره. رب العباد امرنا ان نحمد الله على الثلاثه، بل على كل واحد من الثلاثه، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هي ذي الولايه من الذل، وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، قال ان الله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. هيحكم، وهيجي الكافر ليقسم بين الله انه ما اشرك. قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. راح فين؟ يقول تعالى ثم لم تكن، بعد ما فكروا كويس يقول ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فيقسم بالله ان ما اشركوا، احنا ربنا واحد بس دول الوسطه بتاعتنا. فلم يعدوا هذا شركا، بل جعلوه توحيد يفك اليهود والنصارى. وقالت اليهود ليست النصارى شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أهل مكة قالوا مثل قولهم ليس اليهود على شيء والنصارى على شيء أمام دينهم الذي يزعمون أنه دين إبراهيم. وإحنا طالعين الآن في بدعة جديدة، جماعة بيألفون دين جديد يسموه دين إبراهيم. ليس لإبراهيم دين إلا دين محمد، هو نفس الدين. قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم عنيفة. فكل ما آتاه النبي صلى الله عليه وسلم من دين هو ملة إبراهيم. والذي يقول أن لإبراهيم دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم يلزمه الحدة. عايزين ألفوا دين جديد يسموه دين إبراهيم، ولكن يجمع بين اليهود والنصارى والمسلمين، ناخد حتة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا. لا، ده مش دين إبراهيم، ده دين جنكيز خان اللي عمله قديما وسماه الياسخ، وألف كتاب جمع فيه بعض أحكام اليهودية والنصرانية والإسلام، وأراد أن يجمع الناس عليه. ولكن الدين الجديد الذي يوحد الناس لا يفرقهم، وحد الأديان جميعا لا يفرقهم. لا دين يجمع الخلق إلا دين الخالق، ودين الخالق هو دين إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، لأن الدين واحد والرب واحد. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا رفضوا هذا الدين فإنما هم في شقاق، في بعد شديد عن الحق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا لكم أعمالكم ونحن له مخلصون. دين إبراهيم هو دين محمد، هو دين كل رسل، هو دين توحيد الله وإفراده بالأمر والنهي، هو دين القرآن الكريم الجامع لكل الأديان المنزلة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بكل الحق الذي يحتاج إليه كل خلق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب من كل الكتب المنزلة، ومهيمنا عليه أي زائدا عليها، جامعا لها وزائدا عليها. هو ذا الدين، مش دين مزعوم وينسبوه لأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام ونبي الله منهم براء. وإذ قال إبراهيم لقومه، لأبيه وقومه، إنني براء ما تشركون. نبي الله بريء من شرككم ومن ضلالكم ومن غيكم، وإن نسبتموه إليه فهو أشرف من أن ينسب إليه باطلكم. دين إبراهيم هو دين محمد. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله المؤمنين. ما كان إبراهيم يهوديا ونصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. اعلم هذه الحقائق، اعلم هذه الحقائق. فدين ربنا واحد المنزل بتوحيد الله في الخلق والأمر، هو ده مدار الدين. مدار الدين كله على هاتين الكلمتين، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إذا كان هو الخالق فحقه أن يأمر منها في خلقه، فلا يعلم أسرار خلقه غيره، إنه عليم بذات الصدور.
ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ فإن لم يعلم الخالق خلقه وأدوائهم وأمراضهم وعلاجهم فمن يعلم غيره؟ إن لم يعلم ما يقومهم خالقهم فمن يعلم غيره؟ فيا أيها الظلوم الجهول ارجع إلى ربك وتب إليه واعتصم بحبله وبدينه، فهذا دين الله المنزل على نبينا المرسل محمد صلى الله عليه وسلم الجامع لكل ما نزل على أنبياء الله، فالدين واحد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد مش اثنين، ما ينفعش نقول دين يخالف دين إبراهيم دين محمد ونسميه دين إبراهيم. ديننا واحد وأمهاتنا شتى، فالدين واحد المنزل من عند الواحد بأوامر الواحد. ما ينفعش نألف دين جديد ويعطي فيه الأوامر حكام ولا ظلم ويدوا التعليمات ويطلع مشايخ الضلالة وأئمة الفساد ليجعلوا من أمره أمرا لله ويبحثوا له عما يبرره من كلام الله. هذه كارثة كبيرة جدا، ويا ويح من خاضوا فيها. قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ندرك هذا المعنى الخطير، الأمر لصاحب الأمر، درس عملي حي من أعظم الدروس في حياة الأمة، درس الإفك، إشاعة كيف كادت تدمر أحكم أمة وأعلى الأمة لولا تدارك الله لها برحمته وبلطفه وبشرعته وأحكامه وأوامره ليعلمنا والقاصر الثاني أننا لا حياة لنا بوحي، ولا فلاح لنا بدون وحي، ولا سعادة لنا بدون وحي، بل لا استقرار ولا استمرار لحياتنا بدون وحي، بل لا فلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة بدون وحي. اعلموا هذه الحقائق واحفظوا هذا الدرس العمل الحي الذي ارتضاه لنا الملك الحي سبحانه وتعالى وربان عليه ورب عليه الجيل الأول لتأخذه عنه كل الأجيال، وليعلم الخاصر الثاني قوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. والخيرية هنا في اختيار الله فيه لا في اختيارنا منه، فليس أمر الله ككل أمر وليس حكم الله ككل حكم، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ نقول بلى بأحكم الحاكمين ونحن على ذلك من الشاهدين. إخواني وأخواتي الوقت انتهى، ولا أود أن أفتح موضوع جديد في الآيات، إنما أكتفي بهذا القدر حول هذا الدرس العمل الحي الذي تعلمه الصحابة من هذا الإنساء وهذا التأخير في نزول الوحي، حتى يأتي الإنسان بآخر ما عنده من طاقات وإمكانيات وليرى حقيقة عجزه وضعفه وشقائه بدون وحي ربه، وأن سلامته بالوحي وحده ولا نجاة له بغيره، بل لا حياة له بغيره. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، أي لأمر الله وأمر رسوله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يخاطب بهذه الآية الأحياء، يا أيها الذين آمنوا أي من الأحياء استجيبوا لله وللرسول، لأمر الله ولأمر رسوله إذا دعاكم لما يحييكم. وكأن أوامر الله ما جاءت إلا لحياتنا الحقة، سلامة قلوبنا، سلامة جوارحنا، سلامة أقوالنا، سلامة أفعالنا، سلامة معاملاتنا، سلامة صلاتنا وأرحامنا، سلامة كل أمر في حياتنا. نعم، جاء القرآن
نسعد ونرقى بوحي ربنا فنفوز بخيره الدنيا والآخرة. انتهى وقت الدرس، وما زلنا مع هذه الآية الكريمة. أكتفي بهذا القدر اليوم، وللحديث بقية حول بقية الآيات إن كان في العمر بقية وقدر الله اللقاء. جزاكم الله خير حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي أسئلة تفضلوا. في أسئلة أخواني؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال، يعني قلتم أن الدين دين واحد، هل الرسالة هي التي تختلف؟ أم يعني للأسف حتى إحنا كمسلمين دائما يعني هنا يعني بالغلط، إحنا كنا نفكر أنه دين إبراهيم غير دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عن خطأ يعني مش عن عمد. أيوة هذه كارثة. نعم هي كارثة كبرى، ما كناش نعرف يعني تعلمناها في المدارس، كانوا يقولوا دين إبراهيم ودين سيدنا موسى عليه السلام ودين ودين. الحقيقة هو دين واحد. ديننا واحد. وأمهاتنا شتى، يبقى ده جاء بجزء من الرسالة وده جاء بجزء من الرسالة، لكن في النهاية الدين واحد. بعدين مع ملحوظة يعني أفصل لك فيها، شرائع لها أربع: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. ثلاثة منها اتفق عليها كل الأنبياء. الإيمانيات لا تختلف من دين لدين، العقائد كلها واحد، كل ما يتعلق بذات الله واحد لا يتغير. والأخلاقيات واحدة، السمو الأخلاقي جاء به كل الأديان. والعبادات واحدة، من صلاة ومن صيام ومن زكاة، كلها واحدة لا خلاف فيه. الخلاف الوحيد اللي وقع بين البيئات في اختلاف الأحكام للواقع القائم في البيئات. يبقى كل الخلاف الواقع في المعاملات. ثم جاء القرآن ليجمع كل ما نزل من هذه الأحكام على لكل البيئات، لأن كل نبي بعث لقومه ونبينا بعث للناس كافة، فجمع الله له كل ما يحتاجه الناس في كل البيئات وفي كل الأزمان والأماكن. وضحت؟ يبقى الدين واحد ولا اختلف؟ قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا دخل تحتها الإيمانات والأخلاقيات، لأن لا فارق بينهما، لا إيمان بالأخلاق ولا أخلاق بالإيمان. بل النبي صلى الله عليه وسلم نصص على أن الإيمان قائم على الأخلاق والأخلاق قائم على الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق على الإيمان حب في البر والبغض في الله أخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع الله فقد استكمل عرى الإيمان. فجعل كل عرى الإيمان محصورة في الأخلاقيات في ظاهر الحديث. إذا ندرك أنه لا إله إلا أنا جمعت الإيمان والأخلاقيات، فاعبدون جمعت العبادات. هذا القدر، هذه الشرائع الثلاثة اتفق عليها كل الأنبياء. والخلاف اللي جاء في الآية: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. الشرع المنهاجة ليس فيها خلاف في أن الزنا عندنا حرام وعند غيرنا حلال أبدا، ده الخلاف في حاجة الناس للتشريعات. الشرائع اللي محتاجها كل الخلق كتحريم الزنا وتحريم الخمر جاء في كل الأديان. الشرائع المختلفة باختلاف البيئات، واحد عايش في بيئة صحراوية زي واحد عايش في بيئة حضرية، واحد عايش في خمسة ستة زي واحد عايش في أمة، هذا يحتاج لتشريع أكثر من هذا، هذا يحتاج أشياء أقل من هذا. هذا موضع الخلاف فقط، لكن في النهاية كل ما شرع كان حكم لله، أمر من أوامر الله، ولا أحد أقدر على إصدار الأمر لكل بيئة إلا الآمر سبحانه وتعالى. لذا قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، أي بكامل الحق الذي يحتاج إليه كل الخلق. إلى أن قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فوصف كل أوامره التي نزلت مع كل أنبيائه بصفتين: صدقا وعدلا. كما قال علماء التفسير وغيرهم، قالوا صدقا في تصور الواقع المراد التشريع له،
اللي نسبوا من أوامر الله ربنا يدهلهم، وده معنى عدلا. قالوا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. يبقى أعطانا تصورات لكل البيئات وأعطانا الأحكام اللي تناسب كل البيئات، فنزلت أحكام الله كلها على هذا النحو صدقا وعدلا. يبقى ما في حكم جاء لبيئة دون بيئة إلا جاء صدقا وعدلا مواكبا لواقع البيئة وبانا لحكم الله المناسب لهذه البيئة. القرآن جمع كل هذه الأحكام وجعلها مناسبة لكل البيئات في كل الأمم في كل الأرض، لذا قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالم ناذرا. يبقى دين إبراهيم ودين محمد ودين موسى ودين عيسى عليهم جميع السلام دين واحد، أوامر من الواحد. وصل المعنى؟ اللي يظن أن لإبراهيم دين غير دين محمد فقد أعظم على الله الفريه. جزاكم الله خير. أسئلة أخرى؟ السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. أهلا بك. جزاكم الله خير. بالنسبة لانقطاع الوحي، هل هذا الانقطاع كان أول مرة ينقطع في الوحي؟ يعني ذكر أن الوحي انقطع أيضا. لو انقطع أكثر من مرة لكن كان لحكم، كل مرة لحكمة خاصة. لكن هذه حكمتها وجاءت الآيات لتوضحها. يبقى رب العباد لما أخر نزول الوحي بعد ظهور الشائعة الخاصة بالإفك اللي قيل في عكس أم عائشة المؤمنين، تأخر ليلقن الأم هذا الدرس العملي بعد ما صارت أمة وصارت لها دين. خلي بالك الحادثة دي وقعت إمتى؟ عام 6 بعد الهجرة، يعني بعد انتصار المسلمين وخروجهم من برا المدينة بعد غزوة الخندق وفتح ونجاعت في غزوة بن المصطلق عام 6. هذه الحادثة وقعت عام 6 بعد ما المسلمين خلاص أصبحوا أمة ودولة وشوكة ولها قوة، ومع ذلك رب العباد ادانا الدرس بعد ما صرنا قوة وصار لنا عزوة، أعطانا الدرس أننا لا قيمة لنا بدون رسول الله. وصل المعنى؟ جزاكم الله خير. نعم، يعني الدرس لا لا، أين قدرة الإنسان بدون واحد في التشريع نفسه؟ مشكلة إشاعة واحدة صغيرة كادت تدمر أحكم أمة وأعدل أمة وفيها أحكم العالمين صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا حدث هذا مع أحكم أمة، أي أمة سواها لو طلعت في هذه الإشاعة هيحصل فيها إيه؟ هتدمر، هتنتهي. ليه هتدمر يا شيخ؟ الصحابة كان يقتل بعضهم بعضا، ولولا نزول الوحي وتعليمهم الأحكام كيف نتعامل مع الشائعات لقتل الناس بعضهم بعضا. احنا مش قادرين نستوعب، يعني واحد ظالم يعتدي عليك بكلمة في عرضك، أهلك هيعملوا إيه؟ هيفتكوا بيه. أهله هيعملوا فيه في أهلك إيه؟ هيفتكوا بيهم. دخلنا في صراعات لا تنتهي ودوام لا تنتهي، وممكن الأمة يبيد بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا بسبب شائعة. العاصم لزوم الوحي. شغل عقلهم واستخدموا كل إمكانياتهم وكل بحوثهم لعارفين يبرروا، يعني يجدوا دليل على براءة أم المؤمنين ولا دليل على إدانتها. فريق مل ده وفريق مل ده. صحيح أن مل الإدانة قليل، العصبة ربنا قال عصبة منكم. يبقى اللي ماله للتهم السيدة عائشة كان عصبة أربعة، لكن الباقي كله مال لبراءتها لأننا لا نعرف منها إلا هذا. ومع هذا كادت الأمة بسبب الأربعة دول يفتك بعضهم بعضا، لهم أقاربهم لهم أرحمهم لهم عائلتهم اللي تنتصر لهم. وكانت سنأتي لها بالتفصيل إن شاء الله تعالى في بقية الآيات، لأن كان الصحابة يقتتلوا بين يدي رسول الله في المسجد، وهم من هم في الحكمة وفي العدل وفي العقل وفي الإيمان وفي اليقين وفي الأخلاق. فإن حدث هذا مع أسمى أمة في تاريخ البشرية فكيف بمن دون؟ يعني كان مأمور الرسول أنه يعني لا يتحدث ولا يعني
النبي جالس ينتظر أمر الله فيه. بأمر الله يعني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا قواه البشرية. ربنا سابه لقواه البشرية زي غير. بس هو عارف سيدنا عائشة. يا أختي الكريمة، إحنا قرأنا حديث أمنا عائشة. وبنت صديقه يعني. لما قال لها يا عائشة إن العبد يعني إذا أخطأ وألم بشيء فليستغفر له ويتوب، هي نفسها نفرت نفسها من الكلمة. ولما نزلت براءتها قالت أمها قومي فاشكر رسول الله، قالت لا أشكر إلا ربي اللي برأني، هو ربي مش هو. قالت هذا. إذن الموقف كان عصيب وقاتل، قاتل للأمة كلها، كان يدمرها. طب وهل سأل رسول الله، سأل الصحابي اللي كان متهم أيضا؟ كان فيها صحابي أيوة صفوان بن معطل سأل عنه، سأل عن السيدة عائشة، كل من يعرفونهم، والكل أجابه، بل النبي يعرف صفوان نفسه، وهو نفسه اللي لما يعني سأل وتحرى اعتلى المنبر وخطب، وكادت المقتلة تحصل بعد الخطبة، خطب في الناس، قال أيها الناس من يعذرني من رجل خاض في عرضي وما علمت عن أهلي إلا خيرا، وأما الرجل الذي قيل عنه اللي هو صفوان والله ما علمت عليه إلا خيرا، وما دخل بيتي إلا معي، عمره دخل بيتي إلا معايا، ما راحش بيته لوحده. فالنبي برأ موقفه، ومع هذا مفيش دليل قاطع، مفيش دليل قاطع على البراءة والإدانة. وده كان سبب من أسباب إن الناس لما سمعوا النبي من يعذرني من هذا الرجل، قام سعد بن معاذ يعني قام بعض الصحابة من الأوس، يا رسول الله إحنا نعذرك ونقتل إن كان منا قتلناه وإن كان من غيرنا امضي فينا أمرك. فالخزرج انتصروا لعبد الله بن سلول لأنهم الخزرج، وكاد الأنصار يقتتلوا بين يدي رسول الله بسبب هذا، كاد الأنصار يقتتلوا فيما بينهم الأوس والخزرج مرة أخرى. الأنصار اللي حبهم دين يا أختي الكريمة، وحبهم إيمان. هذا الدرس أذن الله فيه حتى نتعلم إن أحكم أمة من البشر لا حياة لها ولا استقرار لها ولا سعادة لها بغير وحي ربها، فكيف بمن فقدوا الحكمة يعرف يعيش بغير وحي الله؟ يستحيل. وضحت؟ هذه خلاصة الدرس. جزاكم الله خير. شيخ السلام عليكم، في أخت كتبت سؤال. تفضل. تقول كيف نعالج مشكلة الشباب الذين تسرب إلى قلوبهم الشك في وجود الله وفي القرآن في وسط المجتمع الغربي الذي يعيشون فيه؟ ردوهم للنظر إلى كون الله وقرآن الله، خليهم يقرأوا يفكروا بس في الكون، كيف يدار كون الله، كيف يدار كون الله، وكيف يعني يقرأ القرآن قراءة بس قراءة الناظر المتفحص. القرآن هيرد على كل الشبهات اللي تخطر بالي. يقول لهم القرآن موجود، والقرآن بيتحدانا، تعالوا اقرأوه وهاتوا لنا مثله. بسيط، موجود القرآن بيننا ولا مش موجود؟ موجود. ورب العباد تحدانا أن نأتي بمثله، إحنا وغيرنا. قل لأن اجتمعت الإنس والجن، لو جمعنا كل الخلق نعرف نأتي بالقرآن مثله؟ القرآن موجود. ورب يرد فيه على كل شبهات الملاحدة وغير الملاحدة. جزاكم الله خيرا. عايزين تفصيل ومناقشات يبقى يرجعوا للعلماء المتمكنين يناقشوهم، هيرد عليهم لان الادله في القران واضحه جدا وبسيطه وسهله. ها لما يقول تعالى قل لو كان فيهما آلهة الا الله فسدتا، الكون بيدور واحد ولا اثنين؟ لو اثنين لازم يختلفوا ويستحيل الكون يستقر. استقراره دلالة على أن مديرها واحد، وغيرها الآيات كثيرة. ماشي؟ يعني ليس هذا وقت التفصيل في الرد عليهم، لكن يعني رددتكم للمراجع حتى ترجعوا إليه، سواء النظر في كون الله منظور أو في قرآن الله المستور. ورجوع العلماء للأمر
لعلهم ينصحوه ويوجهوه لما يجهله، فلا يقدم على هذا الإلحاد إلا جهول ظلوم غلب عليه جهل ولا أعرف كلام شيء من كلام رب. نسأل الله أن ربنا يهدي شبابنا ويردهم الحق ردا جميلا. جزاكم الله خير. أسئلة أخرى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله خير.